ولنقاش ملف التعذيب في السجون الحكومية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سيدتي الفاضلة، تحياتي لكم. سيد زياد، كيف ترون استمرار عمليات التعذيب في السجون وخاصة في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين الذين يتوفون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي في سجونهم؟ نعم، يبدو أن تقرير الأمم المتحدة الأخير تناول حالات التعذيب الموجودة في داخل السجون العراقية، وهنا الحديث عن سجون وزارة العدل وسجون وزارة الدفاع وسجون وزارة الداخلية المؤقتة ومراكز احتجاز والتحقيق. أيضا أكيد هناك نسب ارتفاع عالية جدا، هناك موت في كل يوم، نشاهد في بغداد في البصرة بالأمس ليلة أمس اعتقل مدير مفتشي آثار نينوى خلال ساعات، توفي ونقل جثمانه إلى الطب العدلي. نتحدث عن حالة صارت منهجية في داخل السجون العراقية، كل شخص يتم اعتقاله لأي سبب، إرهاب أو اشتباه اسم أو مشاجرة أو أي مشكلة، ممكن أن يدخل ويتعرض إلى تعذيب. هذا أمر الحقيقة مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة وأن الانتهاكات أصبحت بأعداد لا يمكن أن يتقبلها المجتمع العراقي، والأمم المتحدة أشارت عليه، مرصد أباد أيضا كان له تقرير مفصل حول هذا الموضوع وذكر أعداد وأرقام أيضا حول هذه المسألة، رغم وجود أكثر من مادة ونص قانوني يرفض هذه الممارسات جملة وتفصيلا إذا كانت قوانين قديمة أو جديدة في داخل العراق. نعم، كيف يفسر الصمت الحكومي عن هذه الانتهاكات المرتكبة في السجون رغم وجود أدلة على التعذيب أثناء التحقيق؟ نعم، هناك تسويف من قبل الحكومة لكل ما يحدث من حالات انتهاكات وخروقات في داخل السجون العراقية. الكل يعلم بأن الحكومة جاءت عبر محاصصة من قبل الأحزاب، والذي يستلم أي وزارة مدعوم من قبل حزبه ومن قبل الجهة التي قامت بتنصيبه وترشيح اسمه. لذلك غالبا ما تحدث هذه الانتهاكات من قتل، من موت، من تعذيب، من سرقة قوت النزلاء في داخل السجون، كل تلك الأمور تحدث والحكومة لا تستطيع أن تغير شيء ولا تستطيع أن تفتح تحقيق رسمي، كونها جاءت بموجب هذه المحاصصة وجاءت بموجب صفقة مع تلك الأحزاب التي نصبت الوزير الفلاني أو الوزير الآخر وهكذا. نعم، أعربت البعثة الأممية في العراق عن قلقها إزاء هذه الانتهاكات التي ترتكب في السجون، إلى أي مدى هناك إمكانية للتدخل الأممي للحد من هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها؟ الحقيقة اطلعنا على التقرير الأممي بكل تفاصيله، والسيدة مديرة مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة دانييل بيل الحقيقة كانت واضحة، ولكنها للأسف لم تكن مطلعة على القانون العراقي، حيث طالبت بإنشاء أو كتابة أو إقرار فقرة أو قانون يحد من التعذيب، علما أن المادة 37 من الدستور العراقي الحقيقة لا تقبل بمسألة الانتهاكات والتعذيب في داخل السجون العراقية. القانون العقوبات 333 المرقم 111 سنة 69 نفس الحالة، هناك قانون من 69 ولحد الآن غير مفعل الحقيقة من أجل هذه النقطة. أيضا هناك مناهضة التعذيب المقرة العراق الذي دخل في هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي في عام 2008 ولحد الآن أيضا لم تفعل هذه المادة. نحن بحاجة إلى تفعيل القرارات، الأمم المتحدة لو تستطيع أن تقر قانون العفو العام وتضغط على الحكومة وإخراج الأبرياء من الذين لم يرتكبوا جرائم قتل والذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين، خاصة الذين اعترفوا نتيجة التعذيب، يمكن الحقيقة أن تقود هذه الجهود إلى مساعي جيدة جدا. العراق بحاجة إلى قانون عفو عام
هذا القانون يشمل الكثير من الذين انتهكت حقوقهم في داخل السجون واحترقوا نتيجة الضغط والتعذيب، ويمكن فرز تلك القضايا بكل سهولة مع وجود أدلة واضحة، ولكن الحكومة الحقيقة لا تريد، كذلك مصلحة السجون لا تريد. هناك أموال يتقاضوها عن النزلاء وكلهم مستفيد من هذه الحالة إلا المواطن العراقي. ما السبل الممكنة لتفعيل هذه المواد القانونية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق ويلتزم بها قانونا أمام المجتمع الدولي؟ سيدتي الفاضلة، الحقيقة هذه القوانين موجودة ونافذة ومقررة من قبل ومفعلة أيضا، ولكن لا العفو غير مفعلة بسبب تضرر مصالح الحكومة، بسبب تضرر الوزارات المالية. ما تحتاجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة، يجب أن يتبنى مسألة إنهاء الإفلات من العقاب. يجب أن نذكر دائما ونذكر الحكومة بأن لدينا قوانين، لو فعلت هذه القوانين لوجدنا نتائج مرضية جدا على الشارع العراقي. لكن هناك دائما الإرادة السياسية ما تلعب دور وتتداخل مع حقوق الإنسان في داخل العراق، وهذه الإرادة السياسية لا تريد أن يكون هناك استقرار في داخل العراق. أما تبييض السجون من الأبرياء وإخراجهم وإنهاء حالات التعذيب والقتل في داخل السجون، هذا يعني جو مناسب ومثالي مثل بقية الدول الأخرى، وهذا ما لا تريده الأحزاب والميليشيات الحاكمة في داخل العراق، ولا تريده الجهات أيضا. يريدون أن تكون السجون مصنع للإرهاب وتصدير هذا الإرهاب إلى الجميع، ولا يريد تكون السجون العراقية فعلا سجون إصلاح، وهذا الأمر لا يروق لهم ولا يتماشى مع رغبتهم ومصالحهم السياسية والحزبية في داخل العراق. شكرا جزيلا لكم الإعلامي زياد سنجري، حدثنا عبر سكايب من فيينا. شكرا.